نعم نرمين، يعني بعد ما شفنا التقرير عن المسعف طبعا المسعف في اليافع اليافع. واللي كان هو أول مرة بسوريا، الهدف منه طبعا رح نعرفه مع ضيوفنا بعد ما تم تدريب أكثر من 411 يافع ويافعة. هالتفاصيل كلها رح نناقشها اليوم ضمن مساحتنا الصباحية. معنا الآنسة بانا الصوان مديرة برنامج المسعف اليافع، وأيضا لما أجمل رئيسة الغرفة الفتية الدولية بدمشق. أهلا وسهلا فيكم، يسعد يا اهلا صباحكم. وسهلا، يا اهلا هلا وسهلا فيكم، اهلا يسعد وسهلا. صباحكم. رح نبدا معك بانا، وانت صاحبه الفكره المسعف اليافع، خلينا نحكي كيف اجتك هي الفكره واهميتها اليوم تطبيق. يمكن حكينا عن فدنا 411 يافع ويافعه، خلينا نحكي عن اهميه هذا المشروع. جت فكرة المشروع من غياب الثقافة التوعوية بين فئات اليافعين بشكل جذري عن إجراءات السلامة والإسعافات الأولية اللي ممكن تشكل فرق جوهري بين الحياة والموت. مراحل المشروع بلشت بأنه نحن أخذنا الموافقات الرسمية اللازمة، دربنا أعضاء المشروع لحتى نحد أكثر من المخاطر المحتمل وقوعها أثناء عملية التدريب، تدربوا على مهارات التواصل، مهارات تيسير دورة إسعافات أولية مكثفة لأعضاء الفريق ضمن المشروع. بعدين توجهنا أكثر للمدارس الحكومية، الجمعيات الأهلية، والمراكز المجتمعية والمؤسسات المحلية. لما يعني خلينا نحكي انه مشروع او فكرة لأول مرة بسوريا، شو كان كمان خلينا نحكي الهدف منه، خاصة انه الجي سي اي بالشام يعني عم تطبقه لأول مرة، كيف كان التفاعل العالم، خاصة 411 يعني رقم كبير. ايه، هو الرقم كثير كبير اليوم فينا نحكي، لانه نحن اصلا كان التارجت تبع بانا 60 يافع، فنحن ايه وصلنا ل 411، هو اليوم تعاظم للنتيجه اللي كنا بدنا اياها. اليوم بالنسبه لنا كمشروع بعد ما جابت بانا الفكره، اليوم كان كثير له اقبال كثير، لقى كوننا كنا بسنين ازمه، اليوم لقى تفاعل كثير عالي. اول شيء اليوم وقت بتنطلق من الشكل العام، اليوم اليافع لازم صار يتحمل المسؤوليه، هدول مستقبل هي البلد. فبهذا المحل انت اول شيء عم تعلمه اياه، عم تعلمه المسؤوليه الى جانب الثقافه التوعويه بالاسعافات. ولذلك وقت اللي كانت بانا عم تطرح المشروع على الجهات المشاركه، على شركائنا، حتى وقت اللي انطرح على سياده الوزير، كان كثير التفاعل عالي. هذا اللي خلانا اليوم نحن نبلش من 60 يافع ونوصل ل 411. نعم، يعني انتم حتكونوا مكفايين معنا بعد الموجز. خلينا نحكي مع بانا هيك سريعا، الفكره نقول التوعويه الصحيه اليوم برايك قديش بعد ما شفتوا هال 411 شخص اللي دربتون قديش استفادوا؟ يمكن فتح لكم افق جديده لتطوروا المشروع، تعملوا نسخه ثانيه، توسعوا على باقي يمكن المحافظات. بداية كان الهدف العام من المشروع هو نلاقي الاستدامة أكثر، نشتغل على موضوع استدامة المشروع أكثر. فنحن كنا عم نشتغل مثل ما قالت رئيس الغرفة لما جمال، أنه تدريب 60 يافع ويافعة نحن بالإقبال الكثير كبير، لقينا أنه نحن وصلنا لـ 411. الهدف الثاني أنه نحن كنا عم نشتغل على شبكة تثقيف أقران يافعين مسعفين لحتى نقدر نوصل أكثر لليافعين اللي نحن ما قدرنا نوصل لهم. هدول اليافعين يطلعوا يدربوا إخواتهم، رفقاتهم، أقرانهم بالحارة. فأنه هذا كلياته كان ضمن الأهداف للمشروع. الهدف الثالث اللي كنا عم نشتغل عليه أنه نحن نوصل لمدارس الجمهورية العربية السورية عن طريق وزارة التربية بتقديم كتاب برنامج تدريبي. نعم، يعني الفئات العمرية قد ايه كانت تتراوح بين قد ايه؟ من 13 ل 17 سنة. من 13 ل 17 سنة، يعني كثير مهمة الإسعافات الأولية صحيح. نرمين، خاصة يعني نحن قطعنا بفترة يمكن العالم صارت تتعلم بالإسعافات اوريدي، يعني بسبب الظروف اللي مرينا فيها، وهلا يمكن هاي الثقافة كثير مهمة، وخاصة مثل ما قلتوا لليافعين. نحن حنتابع معكم الحديث مطولا ونحكي أكثر عن المسعف اليافع.